اليونان ستقدم القائمة الكاملة لإصلاحاتها المحددة، هذا ما أكده البيان الختامي للقاء المصغر الذي جمع رئيس الوزراء اليوناني بالمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورؤساء المؤسسات الأوروبية. رئيس الوزراء اليوناني تحدث عن خطط لوضع الإجراءات على السكة من أجل إنقاذ البلاد، مؤكدا أن أثينا لن تعتمد إجراءات تقشفية ولكنها ستقدم وستطبق إصلاحاتها الهيكلية. تسيبراس أعرب أيضا عن أمله في ضخ المؤسسات الأوروبية للأموال الضرورية لدعم البرامج الاجتماعية في اليونان. شركاء أثينا يرغبون في ترجمة أقوال حكومة تسيبراس إلى أفعال. ما تم عرضه هو رغبة لدعم اليونان، ولكنها رغبة أيضا للحصول على التزام دقيق من اليونان بخصوص هذه الإصلاحات ومضمونها وتوقيتها والحصول أيضا على جميع المعلومات اللازمة، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. اليونان تواجه استحقاقات تسديد كبرى في ظل معاناة مالية شديدة، حيث طلبت الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ. سيواصل رئيس الوزراء اليوناني محاولاته لإقناع الشركاء الأوروبيين باحترام التغيير السياسي الذي أفرزته الانتخابات، رغم أن اليونان على بعد أسابيع من إفلاس محتمل. فرصة جديدة لإقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستتم الأسبوع المقبل خلال زيارة تسيبراس إلى برلين، تؤكد مراسلة يورونيوز في بروكسل.